تعالوا مع بعض نسمع ونشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب، لأن فيها رسائل مهمة جدا محتاجين نسمعها كلنا مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني طبعا بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وقرب قدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله شهر مبارك علينا جميعا وعلى بلدنا إن شاء الله، ويا رب يعم الخير والسلام علينا جميعا بإذن الله. النهاردة الحمد لله يوم جديد وشراكة جديدة مع الراعي الخامس للنادي الأهلي، والحقيقة طبعا برضه هو أمر بيسعدنا جدا، لأن من خلاله بنحاول نحقق مصلحة النادي الأهلي. في البداية بس خليني أرحب بالسيد المهندس خالد قاسم مدير شركات شيل مصر، وكمان أرحب بالسيدة الأستاذة أمال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شيل للزيوت مصر، وجميع قيادات الشركة وجميع السادة الحضور والإخوة الإعلاميين. الحقيقة كلكم مشرفينا. يعني في البداية لازم أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من صعوبات كتيرة جدا يعني بتمر بالنادي وبتقابلنا وتحديات كتير جدا جدا بنواجهها، احنا بنسعى دايما بنعظم مواردنا ونحاول نوفر احتياجات النادي الاهلي. عندنا زي ما قلت قبل كده النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد في الشرق الاوسط اذا ما كانش في العالم يعني اللي يملك اربع مقرات لحد دلوقتي: المقر الرئيسي جزيرة، وبعدين مدينة نصر، مدينة الشيخ زايد، والحمد لله التجمع دلوقتي، غير فرع اخر اسم النادي الاهلي عليه، والنادي الاهلي مدي النوهاو لاداره هذا العمل في الاقصر. ما اعتقدش ان هناك نادي في العالم عنده هذه المقرات، وما اعتقدش برضو ان هناك نادي في العالم عنده اكثر من 19 لعبه الاطفال الصغيرين لغايه الفريق الاول رجال وسيدات، على اساس ان احنا دي رساله، ورساله محملين احنا مسؤوليه كبيره جدا تجاه بلدنا، ان احنا ازاي ندعم منتخبات مصر او مصر في كل الالعاب، وده دور كبير جدا للنادي الاهلي. والحمد لله اعتقد في معظم الالعاب اللي موجوده النادي الاهلي بيمثل اكتر من 50% من اللاعبين اذا ما كانش اكتر من ده في كل الالعاب. دي مسؤوليه كبيره جدا، لكن النادي الاهلي حريص ان هو يقوم بدوره وبدوره الوطني تجاه بلده وتجاه الناشئ الصغير وتجاه الشباب. ازاي نوصل رسالتنا وازاي نوصل ده لكل شرائح المجتمع بدور وادوار المفروض الانديه الرياضيه كلها. يعني برضو عايز اقول ان احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات ومن خلال الشراكات الموجودة دلوقتي حاسين ان احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني بنحاول نحقق نجاحات، والحمد لله في نجاحات اتحققت، لكن كمان ما بننساش ابدا ثوابت وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي المفروض احنا اتربينا عليها من اساتذتنا اللي سبقونا، وإن شاء الله ننقلها للي جاي بإذن الله. التعاقد مع شركة شيل، شركة كبيرة جدا في مجال الطاقة والبترول، ليها دور كبير جدا في مصر والعالم أجمع، والنادي الأهلي زي عادته دايما بيعمل شراكة مع كيانات اقتصادية كبيرة وعملاقة، شركة تعكس قيمة الأهلي وشعبية الأهلي العالمية، وأيضا تعكس قيمة الشركات والكيانات الكبيرة طبعا منهم شركة شيل. لكن هناك شريك دائم، شريك في كل خطوة منذ إنشاء النادي الأهلي 1907 لغاية النهاردة، في شريك دائم. شريك الدائم ده هو جمهور النادي الأهلي، جمهور واعي، جمهور عنده وفاء وعشق كبير جدا جدا لناديه،
احنا دايما بنراهن على جماهيرنا وهنفضل نراهن عليهم، لانهم فعلا دايما في ظهر النادي الاهلي، مش بس في المواقف الحلوة والبطولات، حتى في المواقف الصعبة اول ما من اللي بيساند وبيدعم هو جمهور النادي الاهلي. وكمان الحقيقة دافع ومحرك اساسي لمنظومة النادي الاهلي، ودوره كبير جدا في تحقيق كل البطولات، ودوره اكبر في دعم شركاء النادي. فانا بعتبره ده شريك اساسي بالنسبة لنا في كل خطوة بيخطوها النادي الاهلي. كمان عايز اذكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكيانات الناجحة، سواء كانت رياضية او غير رياضية او في اي مجال، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز مرة تانية اشكر الاستاذ امال الشيخ وكل المسؤولين في شركة شيل لحرصهم على التعاقد مع النادي الاهلي، وان شاء الله تكون شراكة ناجحة باذن الله وتحقق مصلحة جميع الاطراف ان شاء الله. كل انا عايز اقوله بقى، عايزين نعهدكم على الاستمرار العمل بنفس الجهد والاخلاص اللي كل السادة الزملاء مجلس اداره واداره تنفيذيه وجميع العاملين وجميع اللاعبين كلهم ليهم هدف واحد، وهو كيفيه يعني ان احنا نحافظ على النادي الاهلي يكون دايما في المقدمه. يعني بنعهد الناس كلها ان احنا نستمر في مواجهات اي ظروف صعبه وتحديات راهنه ومسؤوليات كبيره جدا في ظل ظروف زي ما قلت، ظروف من الصعوبه اللي احنا بنمر بيها، اللي بيمر بيها العالم كله مش بس احنا بس، لكن الظروف دي بتتطلب مننا دايما ان احنا يعني يكون هناك افكار جديده، يكون هناك افكار مبتكره ازاي ان احنا نحقق مصلحه النادي الاهلي والمصروفات العاليه جدا جدا الموجوده لكل شبابنا اللي موجودين في كل الالعاب الرياضيه ومنشآت النادي الموجوده ومصروفات النادي اليوميه. الناس ده موضوع ضخم جدا، احنا محتاجين اكتر من رعايه عشان ان شاء الله نعمل التوازن اللي موجود ما بين المصروفات والايرادات. وكمان عشان يستمر النادي الاهلي باذن الله باذن الله في اداء رسالته، وان شاء الله دايما يبقى النادي الاهلي رقم واحد. بشكر جميع الساده الحضور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.